مرحبا بكم مشاهدي زوم نيوز في حلقه جديده من حلقات ميكرو زوم. اليوم سولنا الشارع المغربي حول رايه في تدريس التربيه الجنسيه في المدارس، وكانت هذه هي الاجابات. خليكم معنا. غتبغي تسولي على شي حاجه اللي متعلقه بداك الكوتي تاع الثقافه الجنسيه وكذا، تيقولوا لك كلاص داكشي كبير عليك، داكشي مازال ما كتعرفوه. يعني انت بحال كتبقى كيبقى فيك واحد الكباش من الصغر، كيبقى غادي وكيكبر. انت كتكبر كتشوف الدريه دايزه عندها شي حاجه اللي ما عندش الدري، كيبان لك شي حاجه اللي في شكل. كتشوف الناس مثلا غاديين بجوج جالسين في واحد البلاصه، كتبدا تسال اشنو يعني، كتلجا لشي لواحد البلايص اللي ما مزيانش باش انك تكتسب ديك الثقافه الجنسيه، بحال مثلا المواقع ولا داكشي. فاش كتعرف داكشي كتبي تخرجو، ما كتلقاش كيفاش غتخرج، لحقاش داكشي كلشي جديد عليك. بحال قلتي كيكون بزاف المعلومات عندك وما عارف داكشي كي غتخرجو شنو كنلقاو، داكشي باش كنلقاو الاغتصاب كثر عندنا، تحرش، ان واحد غير خاك غادي خارجه مثلا يب شي حاجه مصيره عليك غيتحرش عليك. علاش؟ حيت هو شاف شي حاجه اللي ما عرفتش علاش مديوره، ان زعما كاين حيت باش تميزك انك انت ماشي الجسم ديالك ولا شي حاجه بحال هكا. بالنسبه لتدريس التربيه الجنسيه في المدرسه، انا ضد هذه الفكره، لان كاينين التلاميذ كيشوفوها بطريقه من ناحيه ايجابيه انهم يستافدوا ويشوفوا اشنو كيوقع بين الانثى والذكر وهذا، ولكن كاينين شي وحدين كيشوفوها بطريقه سلبيه باش كيبغيو يتعداو على بنات عباد الله في الزنقه ولا هذا شحال من حاجه. داكشي علاش انا كنشوف من احسن تكون شي ماده من غير هاد التربيه الجنسيه. كاينين شحال ديال المواد محتاجين اليوم، بحال الماده الاسبانيه الالمانيه اللي كيخدموا فيها، اللي كيخدموا بها دابا بزاف ديال المدارس، وكتنفع يعني الى تلميذ قرا مثلا تعلم الانجليزيه ولا تعلم الاسبانيه في المدرسه، فاش يكبر غادي يكون عنده افاق، حيت كاين شحال ديال المهن كيبغيو انهم كيبغيو اللغه فرونسي لونغلي، شحال ديال المواد، ماشي غير الفرونسي وهذا، كيبغيو لونغلي المانيا اسبانيا. حيت مثلا دابا نشوفو مشى شي انسان يخدم في ريسبسيون ديال شي اوتيل ولا شي حاجه، بطبيعه الحال ما غاديش يجيو عنده غير سياح مغاربه ولا فرنساويين، غيجيو من المان، يجيو من اسبانيا، يجيو من شحال من بلاصه. دونك خاصو يكون عارف شحال من لغه. داكشي علاش حنا كنقولوا من الاحسن انهم يزيدوا لغات اكثر في المدرسه، في بلاصه انهم يزيدوا ماده التربيه الجنسيه. ديك الماده ضروري خاصها تكون في المغرب، ولكن مع هاد العقليه اللي كاينه عند المغاربه مازال ما وصلناش للنيفو باش تربى في الطفوله ديالنا او تربى في المغرب. مازال ما وصلنا لواحد المستوى اللي يقروه، باقا اللي غادي نجيو باش يقروا علينا خاصهم يكونوا شي وحدين بروفيسيونيل جو من اوروبا ولا جو ويقروا للدراري اللي مازال ناشئين، مازال دراري صغار، باش يقروا للدراري كبار بحالنا. واش مازال ما وصلنا لديك العقليه لذاك الحد باش نقراو؟ كاين واحد شويه ديال الحياء، شويه ديال الحشومه، خص داك الشيء راه ماده عاديه، حيت لا حياء في الدين. لكن ممكن ان التدريس ديال داك الشيء راه عادي، اي واحد خصو يعرف داك الشيء لانه كبير يتزوج خصو يعرف داك الشيء. بالنسبه للراي ديالي انا تنشوف ضد هذا التدريس ماده جنسيه، لان التقاليد ديالنا وسميتو العريقه ما تخليش الاباء ديالنا اصلا وامهات ديالنا، هذا عيب وحشومه علينا اصلا.